السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الفيديو الجديد. الكثير يبحث عن قناة MBC الأولى، إلى أنه هي أصبحت غير متوفرة تماما على قمر النيسات في منطقة شمال إفريقيا، المغرب والجزائر وتونس. فقط هي متوفرة عبر القمر الصناعي أوتيلسات 21A. سوف أريكم القمر المتوفرة عليه قناة MBC 1 أو MBC 1. هذا هو القمر الذي تتوفر فيه MBC 1. كما نعلم هذه القناة يزداد عليها الطلب في شهر رمضان لمتابعة بعض البرامج الدينية والترفيهية إلى آخره. كما قلت لكم، بإمكان سكان الجزائر والمغرب وتونس وشمال إفريقيا عموما استقبالها على القمر الصناعي أوتيلسات 21A. هو قمر أيضا يستعمل لأصحاب الدونغل. التردد أمامكم في الفيديو كما تلاحظون هي تحت مسمى MBC Hotbird. التردد أمامكم، سوف أضع لكم أيضا التردد أسفل الفيديو. هي تشتغل فقط بالنسبة للأجهزة التي تدعم تشفير البيس، يعني 99% من الأجهزة تدعم هذا التشفير. كما قلنا أيضا يمكنكم استقبالها عبر الأوتيلسات 21A بكل سهولة بتدوير الصحن يسار قمر أسترا. هو يقع جنب قمر أسترا بكل سهولة وقريب جدا، يعني تدوير الصحن بنسبة قليلة جدا، حوالي درجتين كما تلاحظون أمامكم. فهي الطريقة الوحيدة فقط التي يمكنكم مشاهدة به هذه القناة. إلى هنا أيها الإخوة، ندعوكم للاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم.